السيد الرئيس، أيها الأصدقاء، أود أولا أن أرحب بكم جميعا وبكل المشاركين في هذه الاحتفالية المكرسة لمراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية. واقعيا لقد بدأ مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في مصر، وهذه تعتبر أهم المشاريع بين روسيا ومصر، والإنجازها سوف يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعزز القاعدة للطاقة وبتطوير أيضا الصناعات الحديثة وفتح أماكن عمل للمختصين. ونحن سيسعدنا أن هذا سيقوم أو يقدم هذه المحطة كل هذا ما يمكن للتطور في مصر. وأود أن أشير إلى أنه في القرن الماضي فإن المختصين السوفييت كانوا قد شاركوا في شكل كبير في تطوير الاقتصاد والدفاع في مصر، فلقد قدموا المشاريع المتطورة في مصر مثل السد العالي، ولقد تم بناء الشركات الكثيرة التي تعمل ولهذا هذه اللحظة وتأتي بالفائدة للشعب المصري. وإن التعاون بين بلدينا لا يزال مستمر ويتطور.